تناقض قصة ظهور المسيح لبولس الرسول في طريقه لدمشق. يجي لك واحد يسألك الدليل على أن قصة بولس ومقابلته للمسيح هي من تأليف بولس وإنها مجرد كذبة إن خدعتم بيها إنها متناقضة، تقوم تقول له طب سمعني، يقوم يقول لك شوف بولس إزاي أخطأ، أعمال 9:7، وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا، أعمال 22:9، والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. وتقول له نظريا وبحسب الترجمة دي مفيش أي تناقض، لأن النص الأول أعمال 9:7 بيقول الصوت، والنص الثاني في أعمال 22:9 بيقول صوت الذي يكلمني، فعشان يكون في تناقض هنا لازم يقول النص الأول يسمعون صوت الذي يكلمني.